ده ما جالي بكده قابل للتطبيق لكل حالة. طيب. يعني كثير جدا من حالات زواج بتتم عن حب وللأسف بتفشل. الحب ما أساس يعني. والنماذج موجودة جدا، يعني ما هو المقوم الأساسي اللي ممكن يخلي الحياة بعد الزواج هي تستمر. الحاجة الثانية المهمة جدا، ممكن أجيب أقول المقوم الأساسي عندك شنو؟ التفاهم. أوكي. يعني أكبر قواسم مشتركة موجودة بين الطرفين، كل ما زادت هذه القواسم المشتركة وزاد عددها ممكن تكون هي صمام أمان للحياة ما بعدها. ولما أقول التفاهم بتعني برضو أنك أنت لابد أنك تكون مستوعب كل المتغيرات اللي ممكن تحصل. يعني لو داير أديك نماذج كده بسيطة، يعني عادة معروف جدا ويمكن أي زول بيكون مر بها، إنه الفترة بتاعت العلاقات ما قبل الحب ما قبل الزواج هي فيها كثير جدا من الأشياء اللي بتزين الحياة، لكن الحياة الواقعية فيها احتكاك بمشاكل أساسية جدا. يعني أنت عايز تقول إنه لو النظرة للمرأة أو النظرة للرجل في الفترة دي ممكن تكون كاذبة يعني مثلا؟ لا ما كاذبة، كاذبة دي كلمة ما كويس ما فيها تمويه مثلا، لكن تظهر للرجل بمسهر كثير يسهر هي وبمسهر بالضبط. دي واحدة، لكن الأهم منها إنه احتكاكك بالحياة بيولد أشياء محتاجة لأنك أنت يكون عندك درجة عالية جدا من التفاهم عشان تحتملها. يعني الليلة المخطوبين ما زي البدو حياتهم الزوجية، ما زي الأنجب طفل وطفلين وثلاثة، في كل مرحلة من دي بكون في مستجدات لو ما كان الطرفين عندهم استعداد كبير جدا إنه يستوعبوها ويتعاملوا معها الحياة ما بتمشي ليه قدام. دي واحدة.